For he will save his people from their sins. And this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel, which means God with us. يعني يمكن اصور مره واحد عايش لوحده بالبيت
شماش على زمان هسعة قد البيت مبروك أو بيت بيتو أما بسطه إن شاء الله يرجع بيته والعائله ويرجعون يعيشون سوا. أكو واحد أخ عايش لوحده؟ نعم أنا عايش لوحدي. ها؟ أكو واحد عايش لوحده يرفع يده. مسلمين by himself. أوه شعلة يا. You look by yourself. But you're all day with yourself. But I live by myself. I never feel lonely in my heart. Why? Because I'm so busy. Busy for what? I have my family. I keep contact them. I have my friends. I always contact them. I have the prayers. Prayers. Really, I so enjoyed yesterday when I did the adorations. It was amazing for me. I spent 1 hour with our God. And do you know for that hour how many people was watching? 3,500 people. 3,500 people, they watching that last night adoration. Wow. Is it a blessing or not? Who's losing? Only the people they pass away. هذول بس اللي خسروا اللي ما عقوا على معاه. مش قد حلو كانوا؟ يعني أنا حسيت بهاي الراحة صراحة ماني نيو يير كان هاي الأور أدوريشنز أور only this my junior. Oh, really, trust me, I was at 11 o'clock, I was asleep. Even I'm not laughing at all. The midnight. This is my midnight when I spend my hours with our Lord Jesus. When I pray. Not by myself. 3,500 people was with me. I'm so happy. هاي هي النخبة اليوم لازم نزرع هذا الأمل والرجاء بالآخرين. لا يكون هذا الإحباط. قد ما يكون إحباط بالإنسان هو عايش حق الميت. شنو فائدته؟ فأول يوم العيد أول يوم سلام. يوم السلام العالمي نصلي من أجله. بس السلام العالمي يتكلم بالفراغ إذا أنا ما أعيش السلام. I'm not feeling that peace in my life. How I say let's go in general peace? No. أو قسم مرات I'm so sorry. اليوم حبيت أقولكم كلمة واحدة. حتى نبدي سنة معاكي مباركة وأنتم تباركوني مو أنا باركة. أنتم تباركوني. أنا فعلا I apologize وأعتذر من كل واحد يمكن أديته بكلمة أو تصرف أو من خلال وعظة احنا نوصل كلمة يسوع. أنا أعتذر من كل قلبي إلى أي واحد أديته أو جرحته بكلمة أو تصرف من أجلي وأتمنى تقبلون اعتذاري حتى نأدي السنة مالتي مباركة ومباركة هي وجودكم. سامحتوني؟ شكرا. بالطبع كلنا يريد أن يكون هو الأول. كلنا يريد يكون هو المميز. أول أيام السنة ونري في هذا القداس أن نتأمل نكون نحن الأول. إحنا الأول. We are the first on the sacrament mass. أول زيارة لله إلى الأرض. زيارة خاوية خالية. تقرون عهد القديم خاوية خالية. ماذا قال الله في ذلك الوقت؟ أنا دا نتكلم مجازيا لأن ما نقدر نحدد الله بعقلنا. الله لا يحدد. بس راح نتكلم مجازيا عن الرب الله حتى نفهم احنا شنو نعيش. قبل أي عمل قام به ربنا before any action he did what he did ماذا عمله what he did ليكن النور ليكن النور خلق النور خلق النور أكيد ربنا يشوف الظلام بس حتى نفهم احنا we needed the light in our life. إذا أنت تعيش في ألم في ضيق في صعوبة في مرض راح تظلم حياتك ما راح تشوف كل شيء بعقلك.
حياته. وهذا النور حتى نشوف طريقه، حتى نشوف حياته. فخلق النور حتى يميز عن الظلام. والظلام ما هو ظلام، اكو غياب النور. غياب النور يلا يصير ظلام. ما في شيء ظلام، اكو نور، اكو شمس، بس ماكو ضوء اسود حتى يضوي يسود الارض. لا، هاي الشمس الغيب يصير ظلام، معناته غياب النور هو ظلام. فغياب النعمه هي خطيئه. فالدور فاحنا في نعمه، عشنا 2020 الم وغيب، بس درس في حياتنا حتى عبرنا هذا الدرس، عبرناه بكل قوه بكل شجاعه بكل امل ورجاء. اذا ما يكون عندنا هذا الامل والرجاء راح نعيش ظلم، راح نعيش ظلم. كانت الزياره الاولى التقى بمنه ما وكيف تركها؟ هسه عندما تفكرون ربنا اذا شيل ايده من الكره الارضيه راح ترجع مره ثانيه خاويه خاليه. توكو بوهو بالعمري خاويه خاليه معناتها ماكو. وبالاساس يقول مزمور داوود، يقول الشرير في قلبه لا يوجد اله. لا يوجد اله معناتها الشرير يعمل كل شيء، لان ماكو الله بحياته، ماكو نور الله في حياته. فهي هي درس كل واحد من عندنا، الانسان اللي يفكر ماكو الله يعيش في ظلام، ماكو نعمه في حياته. مثل ما قلنا يوم السلام، خلي نعيش هذا السلام. اذا ما عشنا نحن هذا السلام راح نتدمر، راح نتدمر، راح نعيش في ضيق، في الم. وللاسف اقولها، شايف من خلال خدمتي بكنائس مختلفه وكثير، ان كان بامريكا، ان كان بالعراق، ورحت خدمت في كندا، هم قدمت شويه قداميس في كندا او بالعراق مثل ما قلت هنا غير مكان. شايف لما يقول الكفر على المذبح شلون هم عرفوه؟ اذا تنتبهون الكاهن يحط ايده على المذبح يقول شلون هم عرفوه؟ لان السلام مو من عندي، من المذبح، من المذبح اللي يجي بالبيت. واكو ناس يجون يسلمون، مثلا ما احكي ويا الناس، انا اخاف احكي ويا الناس، احكي ويا الشمامسة، لان على الشمامسة اقدر، بس عليكم اخاف. اذا انا زعلان من الشمامس شلون اعرفهم؟ سلموا هالشكل. ولي ليش تعطي سلام بهالشكل؟ مسويها احنا في حياتنا ولا لا؟ Did you put the face like this? Your face is not to them, not facing. You did like that. وتمشي شلامة شلامة. Really? Really? This is your peace? This is the peace of God is to you and you give it to others like that? تنطي ظهرك أو حامل السكينة وظهره يسلم. السكينة هي كلام القاتل، لأن القاتل مو بس بالسكينة، السلاح والأداة، باللسان. اللسان يقول العصا تضربها واحد تعمل جرح، بس اللسان يكسر عظام. لسان يكسر عظام. ايش قطع كلامك؟ وين لساننا؟ يقول اذا عسل لا يقدر سيوف، مو عسل. هذا هو السلام اللي يطلبه لنا يسوع اليوم. هاي السنه خوتي من اللي راح يعيش السنه الجايه؟ انا عيشها. سنقانا اليومانا اغفر لنا خطايانا. اعطنا خبزنا كفافنا اليوم. اليوم ما تقول سنه الجاي ولا غدا وسنه الجاي، لا اليوم. اذا ما عيشوا هذا راح اضيق. لازم نفهم سر الله في حياتنا، سر الله في حياتنا. سامعين هاي القصه؟ ماكو سنين يا رب، ماكو لا ايام لا سنين. الثانية عند الله تعادل مليون سنة عند البشر. فواحد ذكرهم يا ربنا، قال له شلون الوقت يمه؟ قال له ثانية مليون سنة عندك هي ثانية يمه. فهذا
قال له زين، فالراجل يستعجل من الامور، قال له اقدر اطلب شيء؟ قال له اطلب. قال له اعطيني مليون دولار. قال له بس اعطيني ثاني. قال له هذا 10 مليون سنه. هذا 10 مليون سنه. فهي ثانيه يو سي ذات سكند with God, how is important that second? It's very important. You have to live that moment. You don't know what's going to happen after this second. احنا لازم نعيش هاي اللحظة هاي السنة بديناها بقداس ختمناها بصلاة وجلوس مع الرب يسوع في ساعة مقدسة وهاي السنة بديناها بقداس أكيد كلنا أول ما قام الصبح يمكن فتح هديته من الأهل يمكن سلم على الأهل أقارب أصدقاء يمكن يمكن بس كان أكو شخص واحد عزيز عليك أو عليك أول ما فتحت عيونكم يمكن سلمت عليه يمكن أنا أمي كذبت خاطرك Happy New Year She's waiting for me to visit her. But really, I would feel so sorry. No. I feel so happy for them. And they cancel my flight. Don't worry, I'm not leaving. And they cancel my flight. I'm going to stay with them. I'm going to stay with them. That's true. I'm so happy. Because whatever God's coming from her, I'm happy for them. لازم نعيش هاي اللحظة السعادة. شلون طفل صغير لما نجيب له اي هديه صغيره شوف النشوه عنده شوف السعاده اللي عنده اميزنج هم احنا لازم نعيش هاي اللحظه الفرحه مع يسوع اذا ما عشناها اخوتي طبعا هاي السنه راح تمشي مثل ما مشت قبلها وقبلها وقبلها لازم نعيش كل لحظه بفرح وسعاده مع يسوع اذا ما عشناها صعبه اكيد بس منكم كان يحضر ابنه وبنته يجي من السفر او كان بعيد وما اجى احتفل ويانا بس ما ننسى هو معانا هو كان حاضر وانا البارحه قعدت اصدقاء فتحه وكاميرا وقعدت معاه وداعت معاهم حلو حلو فهاي هي الحياه اذا انا افكر باقارب ابي امي واخوتي واخواتي واصدقائي أفكر بيهم ليش ما أفكر مع الله هالشكل؟ ليش ما أشوف مع الله هالشكل؟ هاي اليوم هاي السنة أخوتي لازم نبديها بفرح بقوة. قد ما نلتزم بالإجراءات الأمنية والصحية بحياتنا أكيد رح نعبر أي أزمة. رح نعبر بس إذا نكون فلتانين بيها It's not worth it. لازم نكون ملتزمين. هذا هو ربنا اليوم هذا الدرس 2020 was a great year لازم نفكر بيها دائما إيجابية every moment you have to think as a positive except the problem don't think as a positive when you say positive انتبهتم انتم هاي النقطة you see how the devil is working with this point دكتور مثلا دكتور هاني التحاليل مثلا اذا واحد يطلع تحاليل شو يطلع؟ تكون نيجاتيف 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 يعني ما في له شيء صح ولا لا؟ Why would the doctor say positive? Why did they not say negative? Why? Why they put positive? Because you have something. شوفوا the devil is working to take you from your faith. And if you say it wrong, مثل من اول يمكن انتم some of you guys, they weren't outside of our mother's country, like in here, or different in European, or in America. They don't know how to use it now in Europe's name. Like, for example, my mother, Duchy Wutu. But I'm telling you, Duchy Wutu. I will say, Duchy Wutu, in Jemek, I will say, in Jemek, Shonto. And I'm going to say, I'm going to say, But you know, Shaitan, what does they say? صنع الذاتية الأنانية ايش راح يسوي؟ طلع ها؟ لا لا تعرفون ايش طلع؟ طلع قبل طول قبل ما كنا نقول دخي ودو شلونكم على شخص واحد How are you? But I'm talking with the one person when I'm saying how are you that is more respect But now we say I form
It's not more how I. You say I. It's I bad. You see, they go bad with the I. It's that jealousy. Why say I? Why say I? اليوم هاي صار علمنا ننفك عن الآخر بقوة وشجاعة وإيمان ولا تخاف. يسوع اليوم ذكرنا هذا النص مرة ثانية وهو إعادة إلى نص إنجيل الأحد الرابع من البشارة بيان يوسف لما نجال الملاك قالوا لا تخاف. اليوم الملاك يقول لنا لا تخافوا بس امشوا حسب الوصايا والتعليمات. هاي هي نعمة الرب حتى تشتغل في حياتنا نستقبل هاي السنة بكل فرح وقوة وأمل ورجاء.